بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنتكلم في المحاضرة دي عن حاجة اسمها الـ Look Around Assertions. Look Around Assertions. الـ Look Around Assertions حاجة جميلة جدا من الإمكانيات اللي ممكن نستخدمها علشان نتأكد من وجود شيء معين في السترينج بتاعنا من خلال باترن احنا بنكتبه. اللوك اراوند اسيرشنز بتنقسم الى قسمين. القسم الاول هو اللوك اهيد اسيرشنز، والثاني هو اللوك بيهايند اسيرشنز. طبعا لوك اراوند يعني انت تبص حواليك عشان تتاكد من وجود حاجه معينه. لوك اهيد فانت هنا بتاخد السيرش اللي انت بتدور عليه او الجزء اللي انت بتدور عليه او النمط اللي انت بتدور عليه، بتتاكد من 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 الامام الى الخلف، ولوك بيهايند من الخلف الى الامام. يعني ممكن تقول كده من الاخر ان انت السترينج اللي انت بتتكلم فيه هتبص من الامام على طول لقدام، يعني من اول لما تبدا على طول لقدام، ولوك بيهايند هتبدا من الخلف بالظبط كده زي ما هنشوف دلوقتي حالا واحنا شغالين. اللوك بيهايند واللوك اراوند الاثنين بيشتغلوا جوه الجروبس او الكابتشرنج جروبس. بس اللوك اراوند يا جماعه المهم جدا لازم تعرفوا ان هي برضو زيرو ويدث لينث، يعني زيرو لينث، يعني ما بترجعليش اي حاجه خالص، بل بالعكس هي زيها بالظبط اكنك انت بتتكلم عن النان كابتشرنج جروب، ولكن هي بتاكد لك ان كان فعلا الحاجه اللي انت عايز تتاكد منها موجوده او لا، يعني في ماتش ولا مفيش ماتش. لما نيجي نتكلم عن مثلا في البدايه اللوك اهيد اسيرشنز، فاحنا هنتكلم عن الاتي. احنا لما بنيجي نكتب الباترن بنكتبه بهذه الشكله، بنقول ان احنا عايزين نقول مثلا، وانا افترض عايز اتاكد ان كان عندي مثلا حاجه زي سترايك سترينج سترايف او مثلا استراتيجي. فانا عارف ان انا عندي الكلمات دي كلها تبدا ب اس تي ار اس تي ار، لكن انا عايز اتاكد انه انا الكلمات اللي موجوده عندي في النص بتاعي مثلا هي اس تي ار، اما سترينج او استراتيجي، لكن مش عايز سترايك او ايه او سترايف. فبالتالي انت عارف ان انت بتدور على اس تي ار، يتبعها طبعا زي ما قلت لحضراتكم ايه، يتبعها احنا قلنا عايزين سترينج واستراتيجي، يبقى رينج اللي هي ار اي ان جي بالمنظر ده كده سترينج، وعايزين كمان ان احنا ندور على ايه استراتيجي. طبعا احنا هنيجي هنا ونفعل بس كده الجلوبال ماتش بتاعنا، فهنقول عايزين سترينج، شيل الار طبعا من هنا، وعايزين كمان استراتيجي، فاحنا هنا اس تي ار بالمنظر ده كده، بس هنعمل اور استراتيجي. بقى هنا ايه بقى استراتيجي اس تي ار اي تي اي جي واي، تمام كده تمام. طبعا انت هنا لما تيجي تبص على الباترن اللي احنا كاتبينه، واحنا بنقول عايزين اما سترينج او استراتيجي، فطبعا هو هيكابتشر زي ما حضراتكم عارفين الاي ان جي او الاي تي اي جي، ولو انا مش عايزه يكابتشر الكلام ده فبالتالي هقوم جاي عامل كده طبعا كده نون كابتشرنج، ايه نون كابتشرنج جروب. لكن انا بقى مش عايز نون كابتشرنج جروب، انا عايز بس انه اعمل حاجه زي النون كابتشرنج جروب، وفي نفس الوقت ما ترجعليش ماتش، لكن تاكد لي فعلا ان كان اي ان جي اللي هي سترينج او اي تي اي جي واي اللي هي استراتيجي، الاثنين دول موجودين. هنا بقى هستخدم اللوك اهيد اراوند، اللوك اهيد او لوك اراوند يعني لوك اهيد اسيرشن، وفي الحاله دي هستخدم بقى بدل علامه الكولون هستخدم علامه يساوي. هنا بيسموه البوزيتيف لوك اهيد، البوزيتيف الايه البوزيتيف لوك اهيد، يعني اتاكد فعلا انه الجروب ده اللي موجود فيه فعلا فعلا موجود فعلا ورا اس تي ار. يعني انا هنا باكد كده من الاخر او بدي مثال حقيقي بقول فيه ايه، اتاكد لي بعد اذنك ان في عندي سترينج او استراتيجي، يبقى هيرجع لي ترو او فولس.
يعني هيقول لي فعلا في سترينج او في استراتيجي او مفيش نهائيا. يعني مثلا انا قلت لك دور لي بعد اذنك في النص اللي موجود قدامك ده على سترينج وتاكد لي ان اس تي ار موجوده في كلمه سترينج، يعني اس تي ار اي ان جي، يعني سترينج موجوده فعلا. فبالتالي انا هنا بقول اتاكد انه اس تي ار وراها على طول ايه اي ان جي. هنا هو مطلع لي طبعا زي ما حضراتكم شايفين ايه اس تي ار 1 ماتش، فعلا في اي ان جي بهذه الايه بهذه الشكله، لانه انا بقول له بعد اذنك انا عايز اشوف كل ما هو اس تي ار ولازم يكون وراها ايه، لازم يكون وراها اي ان جي. اتاكد لي من وجود الحكايه دي، اتاكد لي من وجود الحكايه دي، فبالتالي يرجع لي ترو او فولس. مش هيرجع لي بقى ماتش بالمنظر ده، مش هيقول لي هو الاس تي ار موجوده عمل لي ماتش ليها، لكن ايه لكن اي ان جي نفسها هو بس هيقول لي اه موجود او مش موجود. لو انا بقى عايز اتكلم عن اللوك اهيد كده، انا اتكلمت عن اللوك اهيد بس بوزيتيفلي، لكن النيجاتيفلي بقى انا بنفي الكلام ده تماما. فهستخدم هنا بقى علامه ايه، علامه الاكسكلاميشن مارك اللي هي علامه التعجب. اقول فيها بقى ايه، بعد اذنك اتاكد لي ان كل اس تي ار ما يجيش وراها اي ان جي. فشوف لي كده ايه اللي موجود عندي في النص دلوقتي في اس تي ار بس ما وراهوش اي ان جي. فهيقول لي عندك سترايك، عندك سترايف، عندك استراتيجي. هو فعلا هيرجع لي اس تي ار لكن مش هيرجع لي الايه الاي ان جي، مش هيرجع لي الاي ان جي، لانه الاسيرشن هنا اللوك اراوند اسيرشن اللي من النوع لوك اهيد كده او لوك بيهايند. اللوك اراوند عامه بجميع انواعه احنا بنتكلم عن ان هو بيعمل تقريبا نفس عمل الكابتشرنج جروب. انا بس هنا بتاكد بقى ان كان فعلا الحاجه دي موجوده او مش موجوده. لكن كابتشرنج جروب انا ممكن انظم الباترن بتاعي وانا عارف انه الجروب ده مش هيبقى ليه ريفرنس نهائيا او مش هيتسيف بالمره. فدي طبعا مهمه جدا عشان تعرفوها. فهنا طبعا انا بقى لو عايز اجيب على سبيل المثال الجروب كله على بعضه ونفترض او اجيب الناتج، بضطر ان انا احط زي ما حضراتكم شايفين الباترن بتاعي كله على بعضه جوه كمان ايه جوه كمان جروب. فاحنا هنا شفنا مع بعض انه اللوك اراوند النوع الاول منه، يعني وانت بتدور كده حوالين نفسك النوع الاول منه لوك اهيد، واللوك اهيد هنا اسيرشن يعني انا بتاكد من وجود شيء او عدمه. هنا طبعا انا عندي نيجاتيف لوك ايه لوك اهيد، لكن لو قلت له هات لي بعد اذنك الاس تي ار ولازم يكون وراها اي ان جي اتاكد لي، يبقى هو هنا هيقول لي ايه والله وان ماتش فاوند. هو هنا بالنسبه لي كلمه ايه كلمه سترينج، فبالتالي انا هنا اتاكدت. ممكن مثلا اقول له بعد اذنك انا عايز سترينج وعايز سترايك، في الحاله دي انا اكدت له ان انا عايز سترينج او سترايك، لا انا عايز اس تي ار بس ما يكونش ولا وراها اي ان جي على سبيل المثال بالمنظر ده كده، ورا وراها اي ان جي ولا وراها ايه اي تي اي. فبالتالي هنا هيقول لي ايه عندك بقى سترايف وعندك استراتيجي. يبقى اللوك اراوند واحد من ضمن الخصائص او الامكانيات في الليجر اكسبريشن انجنز اللي انت ممكن تستخدمها علشان تدور في النص على حاجه هي انت بتاسرتها او بتاكد ان هي فعلا موجوده. لوك اهيد اسيرشن بيبدا من اول الكلام على سبيل المثال الى النهايه، يعني من اول سترنج لاخره. اما اللوك بيهايند بقى فبيبدا من يعني باكورد، يعني من خلف الى الامام. الفرق بقى ما بين اللوك اهيد واللوك بيهايند وهنشوفه دلوقتي طبعا، هو ان انت لما بتيجي تحط علامه اللوك اهيد هنا بتاعتك سواء كانت نيجاتيف او بوزيتيف، لازم تعرف انك ممكن تحط اي نمط صالح او valid regular expression جوه الايه جوه البريسز بتاعتك، انا اسف، او اللي هي البارانتيسز الاكواس جوه الجروب بتاعك عادي جدا. يعني تعال ناخد مثال برضه حقيقي، عايزك مثلا تتاكد لي في النص من انه انا عندي على سبيل المثال مجموعه من الرموز تبدا بثلاث حروف وراها مثلا اربع ارقام، ثلاث حروف وراها اربع ارقام، ثلاث حروف وراها اربع ارقام يفصل بين الحروف والارقام زي ما حضراتكم شايفين ايه هايفن. لو انا بدور على دول وعايزهم، لو انا بدور على دول وعايزهم هعمل ايه؟ هم قايل له هات لي بعد اذنك اي وورد كاركترز مكونه من ثلاث احرف وراها هايفن وراها ديجيت اربع ارقام بالمنظر ده كده، هيجيبهم لي كلهم اس تي ار 2 3 4 2 مش عارف اتش واي اي 3 2 4 2 وهكذا. لكن انا لو مش عايز ان انا اجيبهم فطبعا هعمل كابشن جروب، مش هيجيب لي اي حاجه خالص. لكن لو عايز بقى اتاكد
على سبيل المثال في الحالة دي أنا هعمل إيه بقى؟ في الحالة دي أنا هعمل look إيه؟ look ahead. بس أنا طبعا هنا عايز مثلا أتأكد إنه أنا عندي الكود بتاعي عبارة عن ثلاث حروف وراء هايفن، وتأكد لي بعد إذنك إن في وراء أربع أرقام. في عندك كام ماتش؟ عندي ثلاثة ماتش. في عندك كام ماتش؟ عندي ثلاثة ماتش. حلو جدا. طب أنا بقى عايزك تشوف لي اللي ممكن ما يكونش وراهم أربع أرقام، يعني أكتر من كده. تعالى مثلا نعمل كوبي، بس نخلي دي مثلا رقمين، ونخلي دي مثلا ثلاث أرقام، ونخلي دي خمس أرقام. تعالى بقى المرة دي أنا عايز العكس، look around، بس إحنا هنستخدم الـ A النيجاتيف look ahead. فهنا هيقول لي إيه؟ والله أنت عندك هنا إيه بقى؟ بص كده معايا، عندك WRE اللي هي الأولانية اللي قدام حضراتكم دي، و WRE اللي هي الثانية اللي قدام إيه؟ اللي قدام حضراتكم دي. وبالتالي أنا وأنا هنا شغال بقى أقدر إن أنا ببساطة أستخدم الأسيرشنز بتاعتي علشان بسهولة أطلع بالناتج اللي أنا محتاجه تأكيدا فقط، إما بترو أو إما فولس، على عكس الكابتشرينج جروب. الكابتشرينج جروب يا جماعة إحنا بنقول فيها إيه؟ بنقول إن إحنا محتاجين نتأكد فعلا، إن كان أنا آسف، بنقول إحنا محتاجين إن إحنا نجروب الحاجة، بس مش هنكابتشر الداتا دي فور ليتر يوز، يعني الاستخدام بعد كده، فمش هيبقى فيه ريفرنس معين. انما انا هنا انا باللوك اراوند زي اللوك اهيد او لوك بيهايند بتاكد زي ما حضراتكم شايفين من وجود شيء معين في النمط بتاعي، اما بوزيتيفلي او نيجاتيفلي وهكذا. هاجي مثلا اتكلم بقى دلوقتي عن اللوك بيهايند. في اللوك بيهايند بقى احنا هنقول ايه؟ هنقول ان احنا لما نستخدم اللوك بيهايند برضو نفس الكلام بالظبط، لكن العمليه مختلفه تماما، في انه انا هنا بقول له بقى ايه؟ لوك بيهايند، اما بوزيتيفلي بالمنظر ده كده او نيجاتيفلي. بس بقى ايه اللي هيتكتب هنا؟ فقط تكست. يعني هنا على عكس اللوك هيد، هنا بقى ما ينفعش تكتب ريجولار اكسبريشن او فاليد ريجولار اكسبريشن، لانه انت هنا بتستخدم ايه؟ بتستخدم التكست. فبالتالي انا مثلا ممكن اجي اقول ايه؟ انا عايز اتاكد انه عندي مثلا كلمات زي محمد، احمد، ماجد، قاصد مثلا بالمنظر ده كده، افتكسها كلها خلاص. انا عايز اتاكد انه انا على سبيل المثال ولنفترض عندي اي دي في اخر الكلمه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، بس انا قبل الاي دي دي ولنفترض عايز اتاكد لوك بيهايند بقى بعد اذنك، عايز اتاكد انه في عندي ولنفترض بهذه الشكله حرف اس بالمنظر ده كده او حرف جي فقط. يعني انا عايز ما هو ينتهي باي دي يسبقها فقط اما جي او اما اس. طبعا انت لما تيجي تبص هنا هتلاقي عندك ايه؟ ماجد او قاصد. انا بقى عايز العكس، ما هو ينتهي بإي دي بس لا قبليها جي ولا قبليها ايه؟ ولا قبليها اس. وبالتالي هنا انت عملت بقى ايه؟ نيجاتيف لوك بيهايند. بعد اذنك بقى هات لي بقى الكلمات اللي تنتهي بإي دي ولوك بقى بيهايند كده بعد اذنك، شوف كده هل على سبيل المثال بتحتوي على قبل الإي دي جي او اس ولا لا. لو ما لقيتش الجي او الاس ولقيت اي حرف تاني اوكي، هو ده الماتش اللي انا عايزه. لكن لو لقيت الاس والجي انا ده اللي انا عايزه مثلا، يبقى هنخليها بقى ايه؟ بوزيتيف بوزيتيف لوك بيهايند. اللوك اراوند من الحاجات المهمه جدا اللي بتفيدك قوي. واحد من ضمن البوزيشنز او الاوضاع اللي احنا ممكن فيها نتاكد من وجود شيء معين ام لا، طبعا ده مهم جدا زي ما قلت لحضراتكم. بس اللي يهمني قوي انه انتوا تعرفوه طبعا، انه واحنا بنستخدم المميزات دي نقرا عنها كويس ونعرف ايه هي الحاجات اللي احنا ممكن نعرفها عن الحاجات المميزات دي، مثلا من مزايا او عيوب او مشاكل او بعض من الاخطاء اللي ممكن تواجهك، علشان فعلا تقدر تتمكن منها. regular expressions من الحاجات اللي انت ممكن تدرسها بسهوله، بس بتاخد وقت فعلا علشان تتمكن منها، بالذات في حته انك تكتب حاجه ليها efficiency او performance عالي، تكتب نمط ممكن يكون اصغر بس يؤدي للغرض اللي انت عايزه وهكذا. وبالتالي
احنا شفنا مع بعض دلوقتي اللوك اراوندز، شفنا مع بعض نوعين، اللوك بيهايند واللوك اهيد، البوزيتيف لوك بيهايند والنيجاتيف لوك بيهايند والبوزيتيف لوك اهيد والنيجاتيف لوك اهيد. اشكركم جدا واشوفكم في المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.